تسلم الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق بالعاصمة عدن أوراق اعتماد سفير دولة الكويت فلاح الحجرف. وعقب ذلك التقى الرئيس العليمي السفير الحجرف مرحبا به في العاصمة عدن كسفير لدولة الكويت، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه في خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين وبالموقف الكويتي المشرف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في إعادة تأهيل الخدمات والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.